السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع جميل للبحث العلمي سينس سبيس. الموقع الجميل دوت فيه إمكانيات كتيرة جدا، يعني ممكن تلاقي موقع فيه مثلا AI رايتر، وموقع تاني شات ويز PDF، واحد تاني للسيتيشن جنريتور. هنا لأ، كله موجود في نفس المكان، أدوات كتيرة جدا تقدر إن أنت تستخدمها. يعني على سبيل المثال ممكن تقول له AI رايتر وتبدأ تختار الموضوع اللي أنت هتتكلم عنه ويبدأ إن هو يكتب لك المقالة. خلي بالك ان لازم تكون ترجعها قوي جدا، انت المسؤول عنها، مفيش حاجة اسمها تقول ان دي غلطة من الذكاء الصناعي، مفيش حاجة اسمها ان يعني مسؤولية عليه، لا، هي المسؤولية عليك. لو في اي غلطات انت متحملها فلازم ترجعها بشكل كويس وتتأكد من المصادر وتتأكد من كل حاجة، تمام. هنا مش الميزة بقى ان انت ممكن تقول له AI رايتر اكتب بقى ايه اللي انت بتفكر فيه، تمام، ونقول له انتر، يبدأ بقى يكتب زي ما احنا عايزين، تمام. ممكن نقول له مثلا اكسبت مثلا، وتاب. ممكن نقول له اي رايتر ونقول له مثلا كونتينيو، فكتب لنا كل دوت وحط لنا المصادر. اهم حاجة المصادر عشان نتأكد من البحث العلمي، ودوس على المصدر، يعني مش مجرد ان هو حطهولك تثق فيه، لا، شك فيه، ممكن يكون ان هو لعب في حاجة، تمام. فالموقع ما شاء الله جميل. ممكن تقول له تشات ويز PDF، هيقولك طب ارفع PDF ونبدأ نتناقش فيه، واي اسئلة عندك عايز تسألها هسألها لك. ممكن يكون على سبيل المثال عندك بحث معين وبدل ما تقرأه عايز تعرف هل هو ده اللي انت بتدور عليه ولا لا، ما ممكن يكون مكتوب عن حاجة تانية، تمام. فاول ما ترفع الملف، تمام، اهوت، بيقولك عايز تحطه في انهي فولدر، بحيث لو عندك اكتر من فولدر كل بحث ليه الفولدر بتاعه. ممكن تقول له اعمل لي ملخص ليه، طب ايه النتيجة اللي طلعنا منها من البحث دوت، يعني هو مديك اقتراحات عشان ايه تسأله. اعمل لي conclusion، اكسبلين، ابستراكت، فكل واحده فيهم بيبدا ان هو يعرف لك التفاصيل اللي موجوده. ريد مور، اهو السامري وكل حاجه موجوده. هنا برضه هتلاقي مثلا لو انت عايز سيتيشن جنريتور، لو انت عندك اي سورس يبدأ يشوف لك الحاجة دي موجودة فين ويبدأ يجيب لك المصادر بتاعتها. عندك جملة معينة عايز تعرف تم اقتباسها من اي كتاب، فيبدأ ان هو يجيبها لك بالشكل دوت، فتقدر ان انت تحطها في الكتاب بتاعك على اساس ما تبقاش نقلت من مكان ومحطتش المصدر بتاعك.